الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم الجزء الثاني من الطريقة التي بواسطها يتم تقدير معلمات نموذج كوب دوغلاس، اللي هو دالة إنتاج من طراز كوب دوغلاس، اللي هي كيو سب تي تساوي A في مضروبة في L حجم العمالة للقوة ألفا، مضروب في حجم رأس المال كي للقوة بيتا، مضروب في الإرر أو الخطأ العشوائي، وكلياتها بالفترة تي 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 وهكذا. الآن قلنا في المقطع الأول أو الجزء الأول من كيفية تقدير كوب دوغلاس برودكشن فانكشن، أو معلمات دالة إنتاج من طراز كوب دوغلاس، كيف نقدر A، كيف نقدر ألفا، كيف نقدر بيتا. قلنا لابد من تحويل البيانات من الفضاء غير الخطي، هذا هو الفضاء غير الخطي، إلى فضاء خطي بواسطة تحويلها باللوغاريتم. فاستخدم اللوغاريتم الطبيعي. هذه البيانات الآن التي ذكرتها في المقطع أو الجزء الأول، هذه الكمية المنتجة تساوي 1 5 16 وهكذا إلى انتهينا ب 250. وقلنا بأن العمالة التي كانت في المنشأة أو في الاقتصاد، يمكن اعتبار هذا المثال عن منشأة واحدة أو عن اقتصاد كامل، فكان حجم العمالة بوحدات، طبعا قياس مجردة من أي يعني تبعات، يعني وحدات هنا فقط مجردة، 3-5 بالنسبة للليبرة والعمالة، 3-5-7 وهكذا انتهينا 100 بالنسبة لرأس المال اللي هو كابيتال. ذكرنا بأن الوحدات كانت 1-2-7 وهكذا انتهينا بالمية. فأول خطوة قمنا بها هو تحويل هذه الكميات من فضائها الكم العادي اللي هي الأبسلوت أو ما يسمى الفضاء المطلق إلى فضاء اللوغاريتم. فهذه بالنسبة لنا مثلا اللوغاريتم للكمية هذه، ثم هاي الخانة اللوغاريتم الخمسة، ثم هذه الخانة اللوغاريتم 16 وهكذا، فانتهينا من اللوغاريتم للكميات المنتجة، وهذا مجموع لوغاريتم اللوغ الطبيعي للكميات المنتجة. ثم أخذنا الآن اللوغ للليبر أو اللي هو حجم العمالة، فهذا الآن هذه الخانة تعبر عن لوغ الثلاثة، هذه الخانة تعبر عن لوغ الخمسة وهكذا، فهذه الآن الخانات كلياتها هي عبارة عن لوغاريتم الليبر أو العمالة. ثم انتقلنا إلى حساب ما يسمى باللوغ أو اللوغاريتم الطبيعي، اللوغ الطبيعي إلى رأس المال، فهذه الآن لوغ الواحد، هذه لوغ اثنين وهكذا، فهذه الخانات جميعها هي لوغاريتم الكابيتال أو رأس المال. حصلنا بعد ذلك على حاصل ضرب، حاصل ضرب اللوغاريتم الكوانتيتي اللي هي الكمية مع اللوغاريتم الليبر هذه، وطبعا حصلنا عليها هنا. لاحظوا حاصل ضرب 1 مع 0، بعدين 2 في هذه الكمية، 7 في هذه الكمية وهكذا، وجمعناها فكان المجموع اللي هو حاصل جمع اللوغاريتم الكوانتيتي مع حاصل ضربها، طبعا جمع الحاصل الضرب هنا اللي هي تساوي 121.18، حاصل جمع كل هذه الكميات اللي هي حاصل ضرب لوغاريتم الكمية مع لوغاريتم الليبر أو رأس المال، عفوا العمالة، وهنا حاصل ضرب لوغاريتم الكمية مع لوغاريتم رأس المال، فحصلنا عليها هنا وجمعناها فكان المجموع 136. إذن الآن نأخذ هذه الكميات هنا، هذه الكميات ووضعناها هنا، لاحظوا لي، فوضعنا الآحاد لنأخذ بعين الاعتبار حجم العينة، وبالتالي هاي ما يسمى بالأكس ماتريكس. الأكس ماتريكس الآن الترانسبوز أو منقول هذا الماتريكس وضعته هنا، هذا هو منقول الترانسبوز أكس، يعني إذا كانت هذه الآن تساوي X، هذا المصفوفة 1-1-1 هنا للأخير، وفا 1.099 للأخير ل 4.605، ثم 0.0693 إلى الأخير اللي هي 4.605. هذا الآن X matrix هذا كله هو ما يسمى مصفوفة X، فمصفوفة X المنقولة أو منقول X هو هنا. فدعني أنقلها من هنا الآن
كوبي اكس، بدي اضعها في الجزء هذا اوكي، و في تربيع بيطلع عندي الان منقول هذه المصفوفه هو هذه المصفوفه. اذا كانت هذه اكس فهذه اكس ترانسبوز. الان نريد ان نحصل على اكس ترانسبوز اكس، فساضعها هنا. اذا هنا الان اكس ترانسبوز اكس تساوي اوكي، فساوحدها في خانه واحده، هذه ميرج سنتر، اضعها في الوسط. فالان ساضع الاكس ترانسبوز اكس هنا، اكس ترانسبوز اكس تساوي بالحاله هاي. بتتذكروا احبتي الطلبه المتابعين كيفيه الان ضرب هذه المصفوفه، هذه المصفوفه بهذه المصفوفه اللي هي اكس ترانسبوز اكس. فبقول تساوي، عفوا تساوي، بعد ما وضعت اشاره تساوي اذهب الى فورمولا واذهب الى ماث اند تريجونومتري وابحث عن ماتريكس مولت. هذه ماتريكس مولت، حدد لي الان، قال لي اي الخانات التي تريد اضربها. فالان اذهب الى الاري 1، لاحظوا لي هنا الاري 1، واحدد كل الاكس ترانسبوز. اكس ترانسبوز الان وضعتها، حط لي اياها هنا، وضعها هنا. ثم اذهب الى الاري 2 واضع كل الماتريكس هذا هنا، فوضعته هنا بعد ما حدد لي اياها. الان اضغط على كنترول شيفت انتر، كنترول شيفت انتر، تعطيني الان اكس ترانسبوز اكس. هذا هو اكس ترانسبوز اكس من خلال العمليه البسيطه التي ذكرتها قبل قليل. دعني اضعها بالوسط، وضعتها اميزها وباللون الاحمر. الان ميزناها. الان اريد معكوس هذه المصفوفه، اذا اكس ترانسبوز اكس انفرس، فدعني اضعها هنا. الان هذه، الان افتح قوس كرمز فقط لا غير، اكس ترانسبوز اكس، وهذه اشاره الانفرس تساوي فقط، يعني هذا رمز اوكي. الان هذه ساوحدها او اضعها هنا بعد اذنكم، هنا بالتنصيب بالوسط، ووضعتها الان. اذا هنا الان ساضع الماتريكس الانفرس ماتريكس يساوي. الان اذهب الان الى الفورمولا ثاني مره، الفورمولا وماث انتجرومتري، وابحث عن ماتريكس انفرس اللي هي ام انف، ام انف، هذه ام انف. الان يسالني بعد ما وضعت، الان اضع الاري كليات 3 اري هنا بالحاله هاي، هذا هو الذي اريد ان احصل على معكوسه. وضعته هنا، لاحظوا لي من يو 17 الى دبليو 19، فعلا الخانات هذه 3 في 3 9 خانات. واضغط بعد ما دخلت المعلومه، اضغط على كنترول شيفت ثم انتر، فاعطاني المعكوس. اذا هذا هو معكوس المصفوفه اكس ترانسبوز اكس. فهي الان اكس ترانسبوز اكس انفرس، اضعها بلون احمر، اميزها الان. فاصبحت الان المعلومات شبه تامه. ما يعني ما ينبغي ان اقوم به ان اتي بهذه المجاميع، هذه مجموع لوج كوانتيتي، لوغاريتم الكميه، وهذا مجموع حاصل ضرب لوغاريتم الكميه مع لوغاريتم العماله، وهذا حاصل ضرب طبعا جمعهن، يعني بعد جمعهن نضربها ثم نجمع. هذا حاصل جمع الضرب الان للوغاريتم الكميه مع لوغاريتم راس المال. وبالتالي لدي ثلاث كميات هنا، اضع الكميه الاولى اللي هي لوغاريتم هذه الكميه، لاحظوا هذه الكميه ساضعها هنا اللي هي 36.49073، عفوا 073. ثم الآن آتي على الكمية الثانية، هذه الكمية، هذه 121.1809، أضعها هنا اللي هي 121.1809. وآخر كمية هنا، هذه الكمية 136.088، 136.36.088.
هذه الآن الكميات، إذا ضربنا X ترانسبوز X بهذه الكميات بتطلع عندي ما يسمى، تذكروا أنه هاي مجموع، هاي أكتبها باللغة العربية مجموع لوج الكمية. وهنا الآن خليني أنقل يعني أكبر هذه الخانة مشان تبين، وهنا الآن مجموع لوج الكمية مضروبة مع لوج العمل أو العمالة. أنا أكبرها أكثر حتى تبين مشان تكون واضحة بإذن الله. هذه هنا لاحظوا لي، وبدي أكبرها أكثر وأكثر إذا استطعت. أيوة هذه هنا، وأرضو كمان أكثر شوية حتى تكون أيوة. وهنا مجموع لوج الكمية مع رأس المال، مع لوج رأس المال. إذا اكتملت عندي الآن الصورة، أوسح كمان شوي لأنها أصبحت، فهذه الكميات إذا ضربنا X ترانسبوز X هذا في هذه وضعناها هنا بعطيني ما يسمى بحاصل اللي هي قيم لن A، هذه القيمة ثم ألفا ثم بيتا. فالآن منروح على هذه الخانة، منضلل الخانات الثلاثة ونضع إشارة، طبعا بحول رأسا الإنجليزي وتساوي، وأذهب على فورميولا وأذهب هنا ماتريكس مولت اللي هي حاصل ضرب، هنا الآن ماتريكس مولت حاصل ضرب ماذا؟ هذه الآن بالآلة الأولانية اللي هي X ترانسبوز X إنفرس وضعناها هنا، لاحظوا لي، وآتي على هذه الخانة الآلي وأضع هذه الكميات وضعناها بما أني حددتها هنا. الآن بعد ما خلص إدخالها في التمبلت هذه، الآن أضغط على Control Shift وإنتر وبعطينا الجواب فعلا. الآن إذا هنا تصبح المعادلة كما يلي، سأنقلها بحذافيرها هنا، هذه الآن Copy وأضعها بعد إذنكم هنا في، لكن هذه الآن أصبحت 0.28 1109. أكبرها شوية، كبرها أوكي. هذه إذن، لكن ألفا هي عبارة عن 0.18917. أكبرها كمان. وبيتا هي عبارة عن 0.63673. الآن عندي المعلومات الكاملة حول هذه الدالة. الآن هذه الدالة لاحظوا لي أنه العائد على الحجم أكبر من واحد صحيح، معنى ذلك النتيجة بتقول على أنه يعني بأن إذا زادت كمية العمالة ورأس المال بمقدار معين لنفترض 10% فإن كمية الإنتاج ستزداد بأكثر من 10%، لأن العائد لاحظوا لي حاصل جمع الألفة زائد بيتا أكبر من واحد صحيح. هنا ما يسمى بمعامل النجاعة أو efficiency parameter هذا ضعيف شوي، بمعنى آخر الليبر والكابيتال كفاءتهم مش كثير عالية. إذا بدي أحول هذه الصيغة، يعني بدي أستخدم هذه الصيغة بالتعبير على النتيجة، بعمل copy كلها إلى هنا copy، أضعها هنا ثاني مرة، والآن ألفا ستأخذ قيمة هنا الآن اللي هي طبعا، أو أبدأ ب إيه الآن هي عبارة عن E to the power، لاحظوا الإكواجين تول هنا
e to the power الآن هذه e للقوة فاصل 2 8 1 1 0 9. كبرها شوية. وطبعا بلغي الاي، هذه الاي لم تعد موجودة لأنه استعط عنها بي. والألفة الآن، الألفة هذه هي عبارة عن 0.189917. أرد أوسع الخانات هنا، والبيتا، البيتا تصبح الآن 0.93673. وبنكون بالحالة هاي قد يعني انتهينا من تقدير المعلومات ألفا وبيتا. هذه نستطيع تحويلها، تحويلها إلى القوة فاصلة صفر، طبعا فاصلة 2 8 1 1 9 بتكون يعني عدد معين أكبر من واحد صحيح. ما يعني الآن بأن كم دالة الإنتاج، هذه صيغتها الصريحة هي Q sub T تساوي E to the power اللي هي بدل A، هذه يمكن تحويلها الآن برفع E الإكسبونيشن نمبر لهذه القوة، بعطينا كمية معينة مضروبة في الليبر للقوة فاصلة 8 1 8 8 1، عفوا هذه أنا غلطت، كأني 9 9 هنا 9 وهذه 9، آسف جدا، 1 7. وهذه الآن K للقوة فاصلة 9 3 6 7 3، بمعنى آخر العائد على الحجم أو the return to scale is increasing، أو يعني العائد على الحجم متزايد. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة المرجوة لأحبة الطالب والمتعلمين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الرحمن.